أول ما تبدأ تسمع عن بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بالتسجيل سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التفكير طبعاً إن إحنا هنسجل خلاص ونشوف التنسيق هيبقى عامل إزاي، وإحنا كتير جداً قلنا قبل ما الناس تبدأ تعمل تنسيق نتمنى إن الناس تراجع نفسها كتير وتشوف مهاراتها وتشوف سوق العمل. يمكن الشباب بيسمعوا الكلام ده كتير بس هو بقى كلام حقيقي، لأنه كمان بقى في مصر عدد من الكليات والمعاهد العليا اللي كمان بدأت تشتغل هي كمان على متطلبات سوق العمل، يعني بمعنى ان انا لازم افكر قبل ما هدخل اتعلم ايه انا هشتغل ايه ومهاراتي انا ايه. يعني في واحد مثلا تسمع حد وبسمع عند اهالي كتير جدا تلاقي البنت مثلا تقول عارفه انا عايزه اخش كليه علوم قسم كذا عايزه اطلع كذا، الاهل طبعا يتخضوا يفضلوا يوجهوها عشان المجموع بتاعها لكليه معينه ممكن تكون مهاراتها مش فيها. طب نسيبهم لان هي ممكن تكون شايفه نفسها وتقدر فعلا ان هي يعني تتفوق في شيء معين. كمان سوق العمل احنا نساعد ولادنا يعني نشوف سوق العمل متطلباته، الدنيا بقت رايحه فين وايه اكتر يعني الطلبات في سواء الوظائف المتنوعه في المؤسسات او موجوده في الشركات، ونبدا نساعدهم بشكل كبير. خلينا نقول ان المرحله بدات وده حد يوم الاثنين 18 اغسطس، وهيبدا الطلاب يقدموا عن المرحله الاولى من التنسيق حوالي 117,758 طالب وطالبة. خلينا ناخد مزيد من المعلومات مع دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، تحياتي لحضرتك وكل السيدات والسادة المشاهدين. مساء الخير. ده يعني الشكل الرسمي لكل عام بدء المرحلة الأولى والتسجيل بالتنسيق، وأعتقد التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني ده كمان بيساعد إنه مزيد بقى من الحركة وإن الناس تبدأ يعني تعملها بشكل فيه تنظيم وتنظيم وقت وتفكير كمان أفضل بكتير. بالظبط زي ما حضرتك أشرتي، التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد العليا يتم بشكل كامل عن طريق التنسيق الإلكتروني، وده بتتيح الوزارة زي ما حضرتك أشرت المرحلة الأولى بدايتها اليوم الخميس 11 أغسطس ومستمر معانا بإذن الله حتى مساء الاثنين القادم الساعة 7 مساء. تمام. النقطة اللي عايز أشير ليها، إذا الطالب متوفر لديه جهاز الحاسب الخاص به ويعني مرتبط بشكل الإنترنت، بيدخل الطالب موقع التنسيق الإلكتروني متاح على مدار 24 ساعة كاملة. تمام. إذا الطالب ليست لديه هذه الإمكانية يستطيع إن هو يستعين بأقرب جامعة حكومية والجامعات الحكومية لديها معامل حاسبات مجهزة وأيضا يوجد خبراء يستطيعوا ان هم يقدموا الخدمه للطالب ويساعدوه في كيفيه ترتيب الرغبات. تمام. الحاجه الثانيه المهمه اللي بننصح بيها الطلبه دايما عشان نقلل اخطاء التنسيق الالكتروني، اهدأ تماما، عندك 5 أيام كامله من حقك تعدل رغباتك حتى اللحظه الاخيره، وبالتالي مكتب التنسيق بيعتمد التعديل الاخير للطالب في التنسيق الالكتروني. الرقم السر الخاص بالطالب خاص بالطالب ولا يجوز التفريط فيه أو إطلاع الغير عليه، لأن من الممكن البعض يستغل الرقم السري ويغير رغبات الطالب. النقطة الثالثة، الطالب عنده 45 رغبة يملأ كامل هذه الرغبات. إذا الطالب لديه رغبة في تخصص معين يملأ كافة الرغبات الخاصة بهذا التخصص ثم ينتقل إلى التخصصات التالية. دي بعض النصائح اللي بتساعد الطالب عشان يقدر يتعامل مع التنسيق الإلكتروني بشكل صحيح. تمام. وخلينا برضو نرجع نأكد من خلال حضرتك بأنه الجامعات زي ما حضرتك ذكرت الحكومية كمان ممكن تساعد للناس اللي هم يعني قد يكون هيدخل على الموقع الإلكتروني، ربما في ناس عندها قلق، يعني خليني أقول لحضرتك بيبقى عنده قلق أنه يا ترى يعني ممكن مش من الطالب ولكن من الأهل، يا ابني انت عملت صح، يا ابني انت دخلت على كله، يا ابني انت عارف القلق ده بيفضل دايما موجود. فخلينا نقول انه مزيد من الطمأنة لو حس ان هو محتاج انه يروح جامعة حكومية يقدر يروح. اولا انا بطمن كل الاهل، التنسيق الالكتروني حضرتك لا يظلم طالب على الاطلاق،
كل طالب يحصل على كامل حقوقه. التنسيق عبارة عن تنافس بين الطلاب وفقا للمجموع ووفقا لترتيب الرغبات لكل تخصص علمي. تمام. المهم في هذا الموضوع أن أهل يحترموا رغبات أبنائهم. صحيح، أنا لسه كنت بقول كده. بنقول أن الطالب اللي بيختار تخصص علمي برغبته وعايز يكمل فيه، صحيح، بيتفوق فيه وبينجح فيه وبيبدع بعد التخرج وحتى على المستوى المهني فيما بعد، بيبقى واضح أن هذا الخريج يحب التخصص الذي التحق به. صحيح. مسألة فرض تخصص علمي معين على الطالب بحجة الاستخسار في المجموع، صحيح، ده تفكير أصبح لا يلائم التخصصات العلمية الكثيرة اللي متاحة النهاردة للطلاب في كافة الكليات وفي كافة البرامج. أكيد. إذا كنا حضرتك بنتكلم على القطاع الهندسي أو القطاع الطبي أو القطاع حتى العلوم الإنسانية والاجتماعية، لا، عندنا النهاردة 27 جامعة حكومية، عندنا 495 كلية، ده داخل قطاع الجامعات الحكومية فقط. داخل هذه الكليات لدينا برامج كثيرة ومنها تخصصات علمية. هذه التخصصات لما أضيفت للكليات في الجامعات الحكومية، الهدف منها ربط التعليم العالي بفرص العمل المتاحة خلال السنوات القادمة. أكيد. طيب دكتور عادل، برضو وجود حضرتك معنا، لو حصل إنه في طالب حب يعمل تعديل للرغبات بعد انتهاء الخمسة واربعين، يعني بعد ما خلص الخمسة واربعين رغبة وحب بعد انتهاء الوقت يعمل تعديل، هل يقدر يعمل التعديل ده؟ للأسف هذه الفرصة غير متاحة. فإذا لازم يركز تماما، يعني هو عايز لما أتحنا حضرتك الفرصة خمسة أيام كاملة، كان ممكن تبقى المرحلة يومين على الأكثر، أتحنا فرصة كاملة للتشاور، يقدر يتشاور مع أسرته. صحيح. عنده فرصة يعدل مرة واثنين وثلاثة خلال الأيام الخمسة المحددة للتنسيق، يعني يقدر يروح ويرجع ويغير في الخمسة أيام، مشكلة طول على مدار ال 24 ساعة يقدر يعدل، يعدل مفيش مشكلة. لكن طالما دخل التنسيق فحجز كرسي في تخصص معين، صحيح، مقاعد الأخرى حجزها زملائه، وبالتالي الكمبيوتر يتعامل مع كل هذه المسائل وفقا للمقاعد اللي اختارها كل طالب. عشان كده طالب يختار بتأني، تشاور مع أسرته، يشوف رغباته ويأكدها، ياخد الكليات وفقا للتخصص. يعني تمام. الطالب إذا كانت لديه رغبة على سبيل المثال في كلية الطب ومجموع يساعده في ذلك، تمام، يرتب كل كليات الطب على مستوى الجمهورية. طبعا مزبوط. المسألة فيها توزيع جغرافي، وشرحنا كوزارة التعليم عالي فيديوهات وانفوجرافات وسين وجيم وأدوات توضيحية كثيرة، بيبدأ بالتوزيع الجغرافي المنطقة ألف إجبارية. يعني صحيح. على سبيل المثال هقدر حضرتك كل أبنائنا يسمعوا هذا النموذج. تمام. لو الطالب في مثلا طالب من محافظة اسكندرية، تمام، لازم يكتب طب اسكندرية رقم واحد، صحيح، كتوزيع جغرافي إجباري، ثم ينتقل للمنطقة الإجبارية ب، وبرضه دي منطقة جغرافية إجبارية محدد له كليات الطب في هذه المنطقة، اللي هي الأقرب إلى الإسكندرية بالضبط، ثم ينتقل للمنطقة ج، وفي المنطقة ج يرتب برغبته كما يشاء. طيب سؤال يا فندم، برضو حضرتك بتسترسل معنا، هو هنا في المناطق الإجبارية بيبقى مكتوب على الرغبات نفسها منطقة إجبارية واحد ألف ب ج، بيبقى مكتوب في الرغبات؟ تمام، موجود، والسيستم أصلا لن يقبل منه إلا إذا رتب بهذا الشكل الصحيح. تمام. تم تصميم النظام على أساس مساعدة الطالب. تمام. في كل الداتا الموجودة، وأنا بأحيل كل الطلاب للاطلاع على السين وجيم اللي حطها الوزارة على الصفحة الرسمية. أمين. هتساعده. إحنا عملنا حضرتك تحليل لكل الأخطاء اللي كانت بتحصل في السنوات الماضية في التنسيق الإلكتروني، وسهلناها للطلاب في شكل فيديو توضيحي وإنفوجراف توضيحي ومجموعة أسئلة وإجابات تسهل على الطلاب التنسيق الإلكتروني بشكل سليم. تمام. بالنسبة بقى للتحويلات يا فندم، يعني بعد الانتهاء بقى، هل التحويلات هتبقى سهلة؟ في تغير في شكل جديد في التحويل النظام؟ خلينا أقول لحضرتك فيما يتصل، إحنا لدينا في نظام التنسيق الإلكتروني ما يسمى بتقليل الاغتراب. بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني وإعلان نتيجة المرحلة الثانية،
نبدا في تقليل الاغتراب. تقليل الاغتراب الهدف الاساسي منه تقليل نسبه الطلاب المغتربين الذين تم توزيعهم على كليات بعيده عن المحافظات اللي بيحضنوا فيها. تمام. طبعا مكتب التنسيق لا يستطيع ان يقوم بتحويل كل هؤلاء الطلاب لانه هنفرغ كليات وكليات اخرى سيكون في الطاقه الاستيعابيه. فبيتم تحويل او تقليل اغتراب 10% من الطلاب وبيتم اختيارهم على اساس موضوعي وهو معيار الدرجات. يعني لا تدخل في هذه المساله بشري ولكنها مساله الكترونيه بحته ويتم تماما. ذلك بناء على درجات اللي الطالب يعني درجاته كمان هي اللي هتساعده يعني علشان يبقى في حق وعدل في مساله التحويل. سؤالي الاخير لحضرتك، نتيجه المرحله الاولى او المراحل بشكل عام هتكون اونلاين يعني الناس، ولا هيبقى في زي ايميلات، ولا هيعرفوها ازاي؟ احنا حضرتك بمجرد انتهاء المرحله الاولى في الموعد الرسمي بتجري الوزاره تحليل احصائي لكل الرغبات المقدمة من الطلاب وربطها بمجموع هؤلاء الطلاب، والأعداد المحددة من جانب المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية على مستوى الجمهورية. يلي ذلك أن اللجنة العليا للتنسيق بتجتمع، ثم تعلن وزارة التعليم العالي هذه النتائج من خلال مؤتمر صحفي بيحضره معالي وزير التعليم العالي ويعلن فيه الحدود الخاصة بكافة التخصصات العلمية، كما يعلن فيه أيضا الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والمدة الزمنية المخصصة لها أيضا. أكيد. عموما نتمنى التوفيق لكل الطلاب، وهذه النصائح إن شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لهم من خلال الرغبات اللي هتكون موجودة على الموقع الإلكتروني. دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. والطلبة والطالبات أعتقد إن شاء الله توفقوا، ولا الناس عندكم فرصة، خلينا نلخص 5 أيام من خلال المرحلة الأولى، تقدر 24 ساعة تدخل وتشوف. وأنا برأيي أن أنت الأول يعني تتصفح بشكل عام، يكون عندك ورقة تكتب رغباتك، ويبقى التسجيل بشكل نهائي عندما تستقر نهائيا على تسجيل الرغبات. ونتمنى التوفيق للجميع.